بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك وزد في ذلك. المدافع المغربي الوحش، المغربي المدافع الصلب نايف أجرد يتعملق بهدف عظيم وأداء أسطوري رغم خسارة فريقه ويست هام اليوم من كريستال بالاس 4-3 في الدوري الإنجليزي. أرقام مذهلة ستندهش عندما نسمعها من خلال تفاصيل هذه الحلقة للمغربي الكبير نايف أجرد، واحد من أفضل مدافعي العالم بلا أي نفاق وبلا أي تطبيل. في البدايات، لو كنت من عشاق أسود الأطلس أتمنى تدعمني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة المقبلة. المدافع الصلب نايف أجرد لن يستمر مع ويست هام سوى هذا الموسم، مكانه في نادي عملاق وحسب كل الصحف مانشستر يونايتد، أرسنال وليفربول يتنافسون على ضم الجوهرة المغربية. نايف أجرد اليوم أرقامه لم تتم مراوغته تماما طوال المباراة، أيضا كان له 6 تشتيتات للكرة من مناطق خطيرة في دفاعات فريقه، أيضا كان ليه تدخلات ناجحة 4 من أصل 4، وأيضا كسب التحامات أرضية 7 من أصل 9، وكسب التحامات هوائية 4 من أصل 4. بسم الله ما شاء الله على نايف أجرد.